النهارده النادي الاسماعيلي فضل الاشتباك. النادي الاسماعيلي فضل الاشتباك، قصص وحكايات شويه، حلمي طولان مع حفظ الالقاب طبعا شويه شوق غريب، وراح للاصل، راح للراجل اللي كان شغال مع رحمه الله عليه الكابتن ايهاب جلال. هو ادرى الناس بالفرقه دلوقتي، ادرى الناس بظروف الفرقه دلوقتي، راح للكابتن كبير كابتن حمد ابراهيم، واعلن رسميا اليوم تعيينه مديرا فنيا خلفا لرحمه الله عليه الكابتن ايهاب جلال. وهيبقى معاك كابتن احمد حسام واحمد الجمل ومصطفى كمال واحمد سامح ومحمد عدلي في الجهاز المعاون. معايا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدير الفني للنادي الاسماعيلي. يا كابتن حمد، مشرف ومنور كالعاده. ربنا يخليك يا كيمو، ربنا يبارك فيك ويديك الصحه حبيبي. تهانينا على المهمه الجديده، المهمه الصعبه بكل تاكيد يا كابتن حمد. والله خير، كله خير الحمد لله رب العالمين. يعني النادي الاسماعيلي يستحق كتير مننا ويستحق تضحيات كبيره جدا من كل ولاده، ويا رب يكون نقدر نعمل الحاجه اللي تسعد الجماهير وتسعد النادي، لان الوضع يعني السنه دي هيبقى وضع انت عارف فيه يعني شائك شويه كريم، لكن ازاي نعدي بالنادي بتاعنا لبر الامان، ده هيبقى بمساعده كل الناس وتكاتف كل الناس والجماهير الكبيره المحبه للنادي. دي اهم حاجه وضلع مهم جدا في المنظومه، هم اللي هيقفوا ورا الولاد دول وهم اللي هيشدوهم ويأزروهم، فدي حاجه مهمه جدا يا كريم ان شاء الله. وانت كنت موجود مع رحمه الله عليه طيب الذكر دايما الكابتن الكبير كابتن ايهاب جلال، كانت المهمه شاقه وصعبه جدا بمجموعه من اللاعبين كانوا شباب ودلوقتي بقوا نجوم وراحوا الفرق وراحوا للفرق ديت وهم نجوم دلوقتي كانوا بيلعبوا مع النادي الاسماعيلي. الفرقه فدي منها عدد كبير من اللاعبين المهمين في ايقاف قيد، الوضع ده هتتعامل معاه ازاي يا كابتن حمد؟ والله يعني زي ما بقول لك كريم، هو ده الوضع اللي موجود وده اللي احنا هنتعامل معاه. يعني ما عندنا مجموعه من اللعيبه وهينضم لها مجموعه من الشباب، ان شاء الله نعمل ميكس يكون يعني يقدر يشيل الكلام ده كريم، لكن مهم جدا يبقى عندنا ثقه في اللعيبه ديت واللعيبه نفسها عندها ثقه في نفسها، وهم الحمد لله يعني قد الكلام دوت، وان شاء الله يبقى ما يبقاش كلام، لان محتاج مجهود كبير جدا يا كريم من كل المنظومه. زي ما قلت لك اللعيبه محتاجه تعمل مجهود كبير جدا ويبقى مركزين بشكل كبير جدا. المجموعه اللعيبه الكبار اللي موجوده لازم يبقوا هم متحملين مسؤوليه الولاد الصغيرين اللي معاهم، والولاد الصغيرين لازم يبقى عندهم من الطموح ان هم يقدروا يثبتوا نفسهم ان هم يلعبوا في نادي كبير زي النادي الاسماعيلي. فكلها حاجات يا كريم هي مرتبطه ببعض، لكن في الاول وفي الاخر هو محتاجين توفيق ربنا ودعم الناس ومجلس الاداره، يعني يبقى في زي ما هو شغال وزي ما هم الباشمهندس نصر يعني بيحاول يعمل احسن حاجه للنادي مع مجلس الاداره، فيا رب ان شاء الله يبقى توفيق ربنا ان شاء الله. التدريب الاول امتى يا كابتن حمد؟ والله كان النهارده يا كريم الحمد لله النهارده، وان شاء الله بكره عندنا فترتين صبح وبعد ظهر، يعني الامور ماشيه في الشكل العادي ان شاء الله. مش عايز ارجعك لحاجات صعبه، بس التدريب الاول دون الكابتن ايهاب جلال كان عامل ازاي؟ والله اصعب حاجه كريم، اصعب حاجه واصعب موقف مر عليا النهارده، ويعني انك تدخل المكان يعني كان معايا كابتن ايهاب، احنا مرتبطين بقالنا اكتر من 14 سنه مع بعض في شغل، وانك تخش بقى وانت مش موجود معاك يعني موقف صعب يا كريم، يعني لان احداث الكابتن ايهاب معانا احداث كبيره جدا واحداث كثيره جدا، وهو فعلا يعني طيب الذكر، انك انت دايما ما بتلاقيش حاجه غير انك تذكر سيرته الطيبه واخلاقه وكرمه وجدعنته وشهامته مع كل الناس. خد بالك مش معانا احنا بس، معانا احنا زياده شويه، لان كنا احنا مرتبطين بيه 24 ساعه، على مدار 24 ساعه دايما الاحداث مرتبطه بينا يا كريم. يعني ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه ويتجاوز عنه يا رب، وان شاء الله نقدر نكمل الحاجه اللي هو كان بيحبها وكان بيتمناها. دايما كان يقول لنا انتوا يا اولاد انتوا احسن حاجه، انتوا لازم تكملوا، انتوا لازم تشتغلوا، انتوا لازم، انا بقيت بعتمد عليكم. كان بيقول كلام يمكن الواحد لما بيفتكره دلوقتي الواحد بيتمنى لحظه يبقى هو معانا، لكن اكيد هو في مكان احسن من اللي احنا فيه، ويا رب ان شاء الله يكون في احسن حاجه هو ان شاء الله، ويكون ربنا كده اصطفاه ويبقى في العليين وفي جناته، فان شاء الله خير ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن حمد اتمنى لك يا رب كل توفيق. كابتن حمد ابراهيم المدير الفني الجديد للنادي الاسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا.